باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة وبركة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. في قراءات الخماسين بتعد الكنيسة أولادها لعمل عظيم جدا وحدث فائق، وهو حلول الروح القدس. ويجي إنجيل النهاردة يعلمنا فيه السيد المسيح في كلامه مع المرأة السامرية أهمية هذا الروح القدس اللي أشار إليه بماء الحياة أو الماء الحي. قال لها يسوع، يقول الكتاب: أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. الماء الحي اللي بيشير إليه السيد المسيح مش ماء الإنسان يشربه وبعد شوية يعطش، ولكنه ماء الروح القدس. هو إشباع الروح القدس للنفس البشرية اللي الإنسان لما يقتني الروح القدس تجري من بطنه أنهار ماء حية. مش هو بس اللي يعيش بالروح القدس، لأن احنا بنقول عليه الروح القدس المحيي، هو الذي يعطي الحياة للكل وهو الذي يحيي الكل. يشير المسيح للروح القدس أو يرمز إليه بالماء، ودي مش أول مرة السيد المسيح يعلن فيها دعوته للعالم كله بأن يأتوا إليه لكي ما يشربوا من هذا الماء، ماء الحياة الأبدية. نلاقي برضو في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح السابع يقول: وفي اليوم الأخير العظيم من العيد، آخر يوم في العيد، وقف السيد المسيح ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، أنا مستعد لأي إنسان يعطش أن أعطيه هذا الماء، ماء الحياة. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. ويقول معلمنا يوحنا كومنت بعد كلام السيد المسيح، يقول: قال هذا عن الروح، قال هذا عن الروح. يعني السيد المسيح بيعلن في يوم العيد، في آخر يوم العالم كله مجتمع في العيد، يقول لهم: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، أنا هديله نوع من المية مختلف تماما عن أي مية تانية أي إنسان ممكن يشربها في العالم. السيد المسيح بيقول لينا مع السامرية النهاردة إن إحنا لو عرفنا، لو كنا نعرف عطية الله، وبيقول لنا مع كل المدعوين في العيد: إن كنا عطشانين فلنأتي إلى المسيح، فلنقبل إلى المسيح وهو على استعداد أن يعطينا ماء الحياة الأبدية. بل السيد المسيح برضو في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس وعد جميل جدا لما ذكر عن نفسه إنه هو خبز الحياة، وقال: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. لأن من يؤمن بي هيجي إليه، وهيجي إليه هيتعمد بالمعمودية، وهيتعمد معمودية يعني هينال المسحة المقدسة، وسيحل عليه الروح القدس ويشبعه كل أيام حياته ولا يعطش أبدا. وعد جميل جدا من السيد المسيح شخصيا، من فمه الطاهر شخصيا، إلى كل إنسان يريد أن يأتي إليه، إلى كل إنسان يحس أنه هو عطشان في العالم اللي احنا عايشين فيه ده. ده بيقول في آخر سفر مكتوب في الكتاب المقدس، سفر الرؤيا، يقول كده: الروح القدس والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى. بيقول لنا كلنا كمان: انتوا تعالوا، واللي يسمع هذا النداء يقول للآخرين تعالوا. وعد من ربنا بينقله من خلالنا نحن المؤمنين إلى العالم كله. هو بيقول لنا تعالوا، وبيقول من يسمع أيضا هذا الدعاء
فليقل هو كمان للآخرين تعالوا. ومن يعطش فليأتي، ومن يرد اللي عايز فليأخذ ماء حياة مجانا. الروح القدس المعطى للجميع بسخاء، المعطى مجانا من قبل مراحم الرب، المنبثق من الآب بدعوة السيد المسيح له. المسيح بيقول لنا النهاردة من يعطش فليأتي إلي وأنا أشبعه. للأسف شديد العالم بره بيعطش لأمور كثيرة جدا، ونلاقي ناس كثيرة بلغوا من المناصب أعلاها، وبلغوا من العلم كتير قوي، وبلغوا من الغنى كتير قوي، وتلاقي بعض الناس اللي هم للأسف شديد كل ما ازدادوا في العلم وكل ما ازدادوا في السلطة وكل ما ازدادوا في المجد في هذا العالم ينكروا المسيح، ويجوا كده الملحدين في الآخر ويقولوا احنا مش لاقيين شبع في الحياة دي، كل المية اللي شربناها مية ملحة، قاعدين يدوروا على مية حلوة يشربوها في العالم مش لاقيين، عايزين يدوروا على حاجة تشبعهم في العالم مش لاقيين، ومش عارفين ان ماء الحياة اللي ممكن ان هو يشبعهم موجود في مكان واحد فقط، وممكن لواحد فقط ان يعطيه، السيد المسيح لكل من يؤمن به. لكن يا ترى الروح القدس ده بيشبع مين؟ واي نوع من العطش يشبعه هذا الروح العجيب؟ لو بصينا على الآية اللي بيعلمنا فيها معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس الإصحاح الأول، يقول كده، يقول الإنسان الذي فيه أيضا أنتم استمعتم كلمة الحق اللي هي إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إيه بقى؟ إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا. كلمتين مهمين جدا، إن آمنتم ختمتم. عشان كده لما بيجي الإنسان قبل ما يتعمد بنعمده بعد أن يؤمن، أو إذا كان طفل صغير بنعمده على إيمان والديه. لو ما كانش في إيمان المعمودية ملهاش قيمة، المعمودية ما هواش مجرد واحد بينزل تحت المية وبيطلع، لا، المعمودية دي مبنية على الإيمان. إن آمنتم ختمتم، في ختم بناخده يوم المعمودية، سيل كده، عارفين الختم لما واحد يجي مثلا ملك ولا حاجة يقوم باعت رسالة مهمة جدا لأي ملك تاني أو ثق في أي موضوع قانوني، وعايز ان الثق ده ما يحصلش فيه أي تزوير أو أي تحوير، واللي يمسكه يعرف ان ده جاي من الملك شخصيا، يقوم ختمه بختمه. حتى لغاية النهاردة يعني في أختام كده بتستخدم. الختم ده ختم الروح القدس للذي يؤمن بالمسيح ويتعمد على اسم السيد المسيح باسم الآب والابن والروح القدس، يختم بختم الروح القدس. ولما يختم بختم الروح القدس يقول كلمة مهمة قوي، يقول إن الختم ده هو عربون ميراثنا. الحتة دي بالإنجليش جميلة جدا، كلها تعزية. عربون ميراثنا دي يقول who is اللي هو الروح القدس ده a deposit guaranteeing our inheritance. deposit عربون، down payment كده deposit، guaranteeing بيضمن، عارفين الجارانتي لما واحد يجي الواحد جارانتي بحاجة معينة، الروح القدس ده بيضمن guaranteeing our inheritance يعني ميراثنا الأبدي. شوفوا قد ايه جمال تعزية أسرار الكنيسة الحلوة. لما واحد بيتعمد ادي الروح القدس بقى بيشبع ايه؟ بيشبع رغبة الإنسان في الخلاص. اللي بيتعمد ده بيتعمد ليه؟ عشان يخلص. فيجي الروح القدس في المعمودية ويقول له شوف أنا ضامن لك، أنا هختم عليك عشان أدي لك صك مختوم بختم إلهي، بختم الروح القدس، عربون ميراثك في الحياة الأبدية. جارانتي انت النهاردة خدت عربون ميراث، ما فيش حد النهاردة يقدر يقف قدامك لو انت عايز تدخل السماء تسلك في طريق الجهاد وانت معاك العربون اوريدي. العربون ده ما تعرفش تدخل السماء من غيره، المعمودية دي داش تدخل السماء من غيرها. انت عشان تدخل السماء انا النهاردة الروح القدس بيقولك انا النهاردة بديلك داون بيمنت تملك بيه في الابدية، بحطلك داون بيمنت باسمك لقصر في السماء،
ومضمون، لا حد هياخده منك ولا حد هينزع ملكيته ولا حد هيمنعك. لو انت امين في حياتك الروحيه وتحيا حياه التوبه على الارض، انت القصر بتاعك موجود. تطلع السماء تقول انا كان معايا ورقه وصك مختومه بالروح القدس يوم المعموديه، الملائكه تقول لك اتفضل والقصر بتاعك جاهز، السيد المسيح اعده ليك مخصوص. قد ايه جمال سر المعموديه وسر الميرون ووعد المسيح الحلو من خلال بولس الرسول في رسالته الى اهل افسس. اقراها لكم تاني، بيقول ان امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. روح القدس هيختمكم ختم كده حلو قوي. الملائكه اول ما تشوف الختم ده تدخلك السماء على طول. الختم ده هو عربون ميراث كل واحد فينا في الابديه. بس المهم الواحد بقى ياخد الختم ده. حتى انت لو تابعتم كده مع اي طفل بيتعمد وسمعتوا الصلوات، الناس تبقى مشغوله بالكاميرا وبالتصوير وخلافه، لكن الواحد سمع الصلوات كده يقول لك ان لما بنصلي من اجل الطفل او الطفل او الانسان الكبير حتى المعمد، يقول لك ان هو ايه؟ يحفظ هذا الختم من السارق. الكلمه دي بتتقال في الصلوات بس ما حدش يسمعها. يحفظ هذا الختم، بنصلي ان يحفظ هذا الانسان المعمد هذا الختم من السارق، لان كل الشيطان واقف يعمل ايه دلوقتي؟ مستني ده يطلع من جرن المعموديه ويحاول يسرق منه الختم ده. ختم يضمن لي السماء وانا ممكن افرط فيه واخلي الشيطان يسرقه مني اذا سلكت في اعمال شريره واذا سلكت في طرق الشيطان بدل ما اسلك في طرق الخلاص التي يعطيها لي الله. يبقى بمعنى اخر ان اللي يمسك في ايد الروح القدس كده ويعيش معاه ويضمن او يعيش معاه ويحفظ هذا الختم من السارق يضمن الحياه الابديه. يحفظ هذا الختم من السارق بان يؤمن بعمل الروح القدس في حياته، يتفاعل مع عمل الروح القدس في حياته، يطيع عمل الروح القدس وصوت الروح القدس، الا يحزن الروح القدس، ألا يطفئ الروح القدس، بل يكون دايما إيه؟ متفاعل معاه في كل إرشاده ليه. إيه تاني؟ بيضمن إيه تاني الروح القدس أو بيعطي ارتواء لأني نوع من العطش؟ أول نوع من العطش قلناه هو عطش الإنسان للخلاص. النوع التاني من العطش هو العطش لمعرفة الله. الروح القدس يعلم ويرشد. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى الإصحاح الثاني إلى أهل كورنثوس، يقول إيه؟ لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ حدش مهما واحد عاش مع واحد وعشره لا يمكن يقدر يعرفه زي ما هو يعرف نفسه. من الناس يعرف أمور الإنسان الداخلية إلا روح الإنسان الذي فيه؟ طب ما هو ربنا نفس الحكاية. يكمل بولس الرسول يقول إيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. روح الإنسان هو اللي يعرف داخل الإنسان، وروح الله هو اللي يعرف إيه؟ أمور الله أيضا. ونحن لم نأخذ روح العالم، إحنا الروح اللي أخذناه ده إيه؟ الروح القدس، روح الله. إذن إحنا لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، اللي هو أني روح؟ الروح الذي يعلم الله من الداخل. لنعرف، يبقى الروح القدس هيعمل ايه بقى؟ هيعرفنا لنعرف الاشياء الموهوبه لنا من الله. الروح القدس هيعلمنا الاشياء الموهوبه لنا من الله، هيعلمنا فكر الله. علشان كده في نهايه الباراجراف ده في الاخر وفي نهايه الاصحاح ده يقول ايه؟ واما نحن فلنا فكر المسيح. هيجي لي منين فكر المسيح؟ الروح القدس يديهوني. يجي واحد يقول لي انا عايز اعرف ربنا رايه ايه في الموضوع ده، أقول له فكر المسيح يفكر إزاي وأنت تعرف. يقول لي طب أنا أعرف إزاي المسيح يفكر إزاي؟ أقول له الروح القدس يعرفك. مش حد يقدر يعرفك غير الروح القدس الساكن فيك. إحنا جوانا في روح قدس عظيم جدا، هو الله نفسه يسكن فينا، يستطيع أن يعلمنا فكر الله. الإنسان اللي يتعود على الحوار مع الروح القدس الساكن فيه يقدر يعرف فكر الله ويقدر يعرف المسيح. اللي عايز فكر المسيح يشرب من ماء الروح القدس. النقطة الثالثة أو الارتواء الثالث الذي يروينا به الروح القدس هو ارتواء أن نحيا حياة البر والقداسة. الإنسان العطشان لحياة البر والقداسة مين اللي يشبعه؟
مين اللي يروي هذا العطش؟ الروح القدس. لا يمكن أن يحيا إنسان حياة البر والقداسة بعيدا عن عمل الروح القدس. أحيانا نشوف في العالم برا ناس ممكن تعمل أعمال خير وما يعرفوش ربنا وما هماش مسيحيين حتى ولا حاجة، ده مش عمل الروح القدس، ده عمل اجتماعي. ولكن البر والقداسة، لو إنسان عايز يحيا حياة القداسة والبر لا يمكن أن يحياها من نفسه، يحتاج إلى ارتواء الروح القدس، يحتاج إلى إرشاد الروح القدس. ده بالعكس، الروح القدس ليه خدمة جوايا متعين فيها من الله. الخدمة اللي هو بيعملها وهو ساكن فيا إنه هو يغير فكري، إنه يغير تصرفاتي، إنه يجدد قلبي، إنه هو يعلمني. عشان كده برضو نلاقي الكتاب المقدس يقول على فم معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى غلاطيا الإصحاح الخامس، يقول كده: وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. وبعدين يكمل تاني في نفس الإصحاح بعديها بشوية ويقول: إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. يعني ما لم الإنسان يسلك بحسب الروح لا يمكن أن يحيا حياة البر والقداسة، لا يمكن أن يكون في ثمر الروح الذي يعطيه الله من خلال الروح القدس، المحبة والفرح والسلام وطول الأناة وكل ثمر الروح الجميل الحلو، لا يمكن أن يتميز به أي إنسان إلا بعمل الروح القدس فيه، إلا لو شبع من ماء الحياة. طب إزاي أنا أقدر أشبع بماء الحياة؟ أول حاجة نشوف السيد المسيح قال إيه للسامرية، قال لها: لو كنت تعلمين. إذن أنا أول حاجة لازم أعملها أن أدرك أهمية عمل الروح القدس في حياتي. ناس كتيرة بترتكن على نفسها في أعمال البر وفاكرة أن جهادها الشخصي هي بفعلها الشخصي وبإرادتها الشخصية ممكن أن تحيا حياة البر والقداسة. لا يمكن، ما أقدرش. أنا لازم أعرف الأول. لو كنت تعلمين عطية الله، الله يعطينا عطية جميلة جدا هي الروح القدس، لازم نعرف قيمتها، لازم أقدر ليه المسيح تعب وبعت لي الروح القدس. ما بعتليش الروح القدس علشان بس يبقى معايا يعني يحميني من أي شرور موجودة في العالم، لا، ده بعت لي الروح القدس لأن هو الروح القدس ده بدونه لا نستطيع أن نفعل أي شيء. إذن أول نقطة أن أدرك وأن أعلم أهمية عطية الله اللي هي الروح القدس في حياتي. لازم أعرف قيمة عمل الروح القدس في حياتي وقيمته في وجوده جنبي. تاني حاجة قال لها إيه؟ لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حي. يبقى أول نقطة إن أنا أعلم قيمة هذه العطية العظيمة، وتاني نقطة إن أنا أطلب هذه العطية العظيمة. يا ريت في صلواتنا نتعلم صلوة جديدة أن نطلب من الله دائما أن يعمل من خلال روح القدوس الساكن فينا أن يعمل فينا. يا ريت تبقى دايما طلبة كده. الواحد بيقف يصلي طلبات كتيرة ويمكن ينسى، يقول له: يا رب اسمح لي يا رب ألا أحزن الروح القدس، اسمح لي يا رب ألا أطفئ الروح القدس، اسمح لي يا رب أن أسمع صوت روح القدس الساكن فيا، اسمح لي يا رب أن أشرب من ماء الحياة الذي أنت تعطيه مجانا. لازم أطلب من الله لطلبتي أنت منه فأعطاك ماء حيا. ربنا مستعد أن يعطينا ولكن اطلبوا تجدوا. الحاجة اللي بعديها أن نسلك بالروح، زي ما شفنا من شوية أن بولس الرسول بيعلمنا أن احنا نسلك بالروح. أحيانا يكون القلب متحجر زي الحجر كده، عارفين أحيانا تبقى فيه زلطة كده موجودة في قاع النهر. مرة واحد لقى زلطة مبططة كده هو موجودة في قاع النهر، واخدها خبطها كده كذا مرة فاتكسرت. فلما اتكسرت الزلطة دي لقاها نشفة من جوه، مبلولة من بره بالمية ولكنها ايه؟ نشفة من جوه. فتعجب جدا، قال لك ده النهر ده ممكن يكون بقاله قرون من الزمن، ده ممكن يكون بقاله آلاف السنين، والزلطة دي رأدة متحوطة بالمية من آلاف السنين، مبلولة من الخارج بس ولكن من الجوه مازالت جافة ومازالت المية ما وصلتهاش. أحيانا يكون قلب الإنسان كده، أحيانا قلب إنسان يكون موجود في الكنيسة وبيجي الكنيسة وبيحضر قداسات وبيخدم، مبلول من بره بس
لكن قلبه من جوه متحجر لا يسلك بالروح. المية مش قادرة تدخل ماء الحياة الأبدية، والروح القدس مش قادر يتخلل جدار القلب المتحجر عشان يوصل للداخل إلى عمق الإنسان، ويقدر أن الإنسان ده يتجدد من الداخل أيضا. علشان كده الإنسان يجب أن يتجدد من الداخل وأن يمتلئ من الداخل بالروح القدس. كيف نمتلئ بالروح القدس؟ معلمنا بولس الرسول بيعلمنا النهاردة في رسالة البولس لأهل كلوسي لما بيقول البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين إيه؟ أحشاء رأفات ولطف وتواضع ووداعة وطول أناة، وكونوا محتملين بعضكم بعضا. ريسيبي جميلة قوي بدهن معلمنا بولس الرسول، اللي يمشي عليها يبص يلاقي ان هو يستطيع ان يمتلئ من الروح القدس، ان نلبس ايه؟ احشاء رأفات، لطف، تواضع، وداعة، طول أناة، وان نكون محتملين بعضنا بعضا ومسامحين بعضنا بعضا. وبعد شوية بيقول ايضا ونكون ايه؟ شاكرين الله والآب ايضا، ان احنا نكون شاكرين على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. كل حاجات دي مع بعضيها كده لما الإنسان يكون متواضع ولطيف وصوته هادي وعنده طول أناة ومحتمل الآخرين وبيشكر ربنا على كل حال، يدي مجال جميل للروح القدس أن يعمل في قلبه وأن يعمل بقوة وأن يعطيه قوة في حياته. لو عملنا كل ده هنقدر نشرب من إيد السيد المسيح الروح القدس القادر أن يروينا ويشبعنا ويعزينا ويثبتنا في المسيح ويوصلنا للأبدية بالختم اللي ختموا علينا يوم المعمودية. لإلهنا كل المجد في كنيسته الآن وكل أوان دهر الدهور كلها آمين.